ظهرت الفنانة نيلي كريم في الفيديو اللي احنا شايفينه ده هوت اليوم على الأربعاء 11/8/2021، والفيديو كشف اللحظات الأولى من زفافها. حيث اصطحبها لاعب الاسكواش رامي عاشور إلى شقيقه هشام عاشور ليطل الاسنان بالابيض. وظهر هشام وهو يرتدي بدله من اللون الابيض لتناسب اجواء الصيف ومكان اقامه حفل زفافه على نيلي كريم في الساحل الشمالي. اما عن فرق السن فهي 46 سنه وهو 39 سنه، يعني فرق السن هي اكبر منه بـ7 سنين.